عقل فقيه، سيرة حياة. ولد عقل عبد الله فقيه في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل. ترعرع في أحضان بلدته مستشفاً من هوائها العليل نقاوته، ومازجاً في مخيلته ألوان طبيعتها وأصالة أبنائها. أول ما تركت الوالد كمان فكر أنه عم يخسر حد أحد أبنائه، أو خسر اثنين وثلاثة وأربعة بغربتهم، فما بدي أحس هالشعور هلأ أنا اللي حسه أهلي قبل. عشان هيك كان المنطلق الأساسي أنه لازم أرجع ابني بيت بدايتي، أعرف ابني على المكان اللي نشأت فيه، كيف انطلقت، كيف طلعت من ضيعة صغيرة. كان يتسلى بصغره بمزج الألوان، ودائماً عينه على من سبقه في الإبداع رسماً وتصميماً وإنتاجاً. اتضحت الصورة في مخيلته وقرر التخصص في تصميم الأزياء، وكانت البداية. انتقل منذ 15 عاماً إلى إمارة دبي ليبدع فيها تصاميماً حازت على إعجاب نخبة سيدات المجتمع الخليجي. أول عرض أزياء عالمي كان في مهرجان إلتراموضا في عاصمة الموضة روما، وتم تكريمه من عمدة روما سنة 2003. ومن ثم انتقل في تصاميمه من قطر إلى أبوظبي، الكويت، فالبحرين، ثم لبنان. أول عرض أزياء في أوتيل رويال عام 2005 برعاية رئيس الجمهورية اللبناني. سنة 2007 نال مفتاح مدينة ديبورن عربون شكر وتقدير لنشاطه العملي والاجتماعي. We'll be right back.
عام 2007 عاد وبكل إصرار عن حنين وقناعة أنه يريد أن يفعل نشاطه في لبنان، فأسس مركز له في منطقة جاليري سمعان، وهو المركز الثاني بعد دبي شارع المكتوم، وساهم رغم كل الظروف القاسية في حفل انتخاب ملكة جمال المغتربين. بنفس الوقت قد ما بعدنا وتغربنا لازم يوم من الايام نرجع، لانه بعتقد ما في انسان يعيش بلا هويه وهويتنا هي هون. عقل فقيه عن جديد في لبنان بين احبائه، فاعلا متفاعلا في كل ظروف هذا الوطن الحبيب.